مرحبا بكم أصدقائي الفلاحين في هذا الفيديو الجديد. كالعادة نحاول مشاركة بعض المعلومات الفلاحية معكم. هذه شجرة التفاح من نوع الآنا، وكما يقول العرب الهانا، لكن في الحقيقة اسم النوع هو الآنا، وهي من الأشجار المبكرة التي تزهر مبكرا وتنضج ثمارها مبكرا. لاحظوا إخواني كيف احترقت أزهارها بفعل الصقيع. كانت درجة الحرارة صبيحة اليوم 2 تحت الصفر، يعني درجة التجمد، لذلك أثر هذا التجمد كثيرا على هذه الشجرة. لاحظوا إخواني كيف احترقت أوراقها وأزهارها أيضا بفعل الصقيع. أزهارها كانت قد تفتحت بشكل كلي، لكن للأسف أتى عليها الصقيع. وبالتأكيد فإن احتمال إثمار هذه الشجرة هو ضئيل جدا، يعني سيقل إنتاجها أقل من 40%، لأن الأزهار تعرضت للصقيع لليلتين متتاليتين. لاحظوا كيف أصبحت الأوراق شاحبة جدا، لذلك فهذا أحد المشاكل الكبيرة التي تواجه الفلاح، تحدي كبير يواجه الفلاح خارج عن إرادته، وهو الصقيع والتقلبات الجوية التي تعتبر سبب خطير جدا في القضاء على إنتاج الفلاح المسكين. لاحظوا هذه البتلات هي التي ربما ستتحول إلى حبات، يعني ستعقد. هذه كانت زهرة واحدة ثم تفتحت مرحلة الطربوش الأحمر وتفتحت إلى أزهار، كل زهرة وحدها، ثم بدأت تتشكل الثمار، يعني تعقد الثمار، لكن أتى الصقيع والجليد ودرجات الحرارة المتدنية، فلاحظوا كيف أحرقها. لذلك في الأغلب فإنها لن تعقد بشكل ممتاز، يعني إذا كانت هنا 1 2 3 4 5 6 6 حبات، ربما ستعقد حبتين أو 3، ربما أقل وربما أكثر، وذلك بعامل لأنها تعرضت إلى الصقيع، عكس الأزهار التي لم تتعرض إلى الصقيع فإنها ستعقد الثمار بشكل يعني ممتاز، أكثر من 80%. وإذا لم تعقد بشكل ممتاز ولم تتعرض للصقيع فطبعا هنالك أسباب أخرى أدت إلى عدم عقد الثمار، منها سوء التغذية، ربما الرياح أيضا، ربما رش مبيدات بشكل عجوائي، هنالك مبيدات تقضي على الأزهار وتتسبب في عدم الإزهار. لذلك إخواني الفلاحين أنصحكم دائما بالمطالعة والاحتكاك بذوي الخبرة لاكتساب الخبرة ومعرفة كل صغيرة وكبيرة تخص شجاركم في المزرعة، حتى تكتسبون الخبرة وتحصلون على نتائج جيدة ومفيدة. هذه شجرة الآنا الوحيدة التي أملكها في المزرعة، للأسف كل سنة هكذا، هذا هو السيناريو هذه الشجرة كل سنة، فبمجرد عقدها، يعني بمجرد تفتح الأزهار يأتي الصقيع فيقضي عليها، عكس باقي الأشجار الجولدن وغيرها من الأنواع التي هي يعني تتفتح أزهارها بعد فترة الصقيع،
وحتى لو شهدت فترة تفتحها الصقيع ففي الأغلب هي تنجح بعض الشيء في العقد والإثمار، عكس شجرة الآنا وكل الأشجار التي تزهر مبكرا. إخواني الأصدقاء، إخواني الفلاحين وأصدقائي، عندما أتكلم عن التفاح فإني خاصة حول الأزهار فإني أتكلم حول أغلب الأشجار المزهرة من لوزيات أو تفاحيات التي تزهر في هذه الفترة، يعني في منتصف وبداية الربيع. لذلك أنصح كل الفلاحين وكل المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في منطقة فيها برودة كبيرة في فصل الربيع، يعني منطقة تشهد درجات حرارة جد منخفضة وصقيع وجليد في فصل الربيع، أنصحها بعدم الاستثمار في الأشجار المبكرة وليبحث عن أشجار أخرى متأخرة. فلاحظوا في نفس المزرعة هذه الشجرة الآن هي شجرة مبكرة تفتحت أوراقها وتفتحت أزهارها وأصابها الجليد وستسقط أزهارها، بينما هنا شجرة أخرى للتفاح لاحظوا لم تزهر بعد، لم تتفتح بعد، وهذا هو الفرق الذي يكمن بين الأشجار المبكرة. يعني تلك الشجرة، هذه الشجرة لو تفتحت أزهارها لكان قد أصابها الجليد. حاج ماسة، عفوا أصدقائي، يعني مثل تلك الشجرة تفتحت أزهارها على أصابها الجليد والصقيع ولكانت في عداد الموتى. يعني أتكلم حول الثمار. كان هذا كل ما في هذا الفيديو إخواني، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم ومع الفلاحين لمشاركة مختلف المعلومات. شكرا لكل من وصل إلى هذه الدقيقة، شكرا على دعمكم، ونلتقي في فيديو آخر لمشاركة معلومات أخرى. إخواني الفلاحين، يمكنكم أيضا ترك تعليقات حول مواضيع تريدونها وسنقوم بفيديوهات حولها إن كان ذلك بقدر المستطاع. شكرا لكل من وصل إلى هذه الدقيقة.